بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. رحمة ربنا بكل الخلق ملهاش وصف ولا ليها أي حدود. رحمته وسعت كل شيء بيسبح باسمه في كل الوجود، وكل واحد رحم غيره وعطف عليه عمله عند ربنا مرصود. أصل الراحمون يرحمهم ربنا، وفي كل شدة هيلاقوا ربنا موجود. يا ترى مين هم الراحمون اللي هيفوزوا برحمة ربنا سبحانه وتعالى، وازاي نكون منهم؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة ان شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ السلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بسعادتك واهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. ربنا سبحانه وتعالى خلق الرحمة وادانا جزء منها وامسك عنده باقي الرحمات. نعم. مش كلنا هنور رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. من أعظم نعم الله عز وجل الرحمة طبعا، والرحمة رحمتان، رحمة عامة ورحمة خاصة. يعني إيه بقى؟ الرحمة العامة رحمة وسعت الكل، الإنس والجن، المؤمن وغير المؤمن، الإنسان والحيوان والنبات والطيور والسباع، ورحمتي وسعت كل شيء. ثم فسأكتبها للذين يتقون. بل عندي رحمة عامة ورحمة خاصة. المطر رحمة، صحيح. السحاب رحمة، السماء رحمة، الأرض رحمة، إنبات النبات رحمة، شفاء المريض رحمة، الزواج والأسرة رحمة. الله رب العالمين اسمه الرحمن الرحيم، ونعم بالله. والرحمن الرحيم، الرحمن على وزن فعلان، وفعلان دايما كل كلمة تأتي على هذا الوزن تدل على أمرين: الآنية والامتلاء، يعني الآن ومليانة، غضبان الآن ومشديد الغضب، حيران الآن وشديد الحيرة، عطشان الآن وشديد العطش. فلما أقول رحمن يعني الرحمة الطازة الدافئة اللي نزل من السماء الآن وملأت الأرض والكون. فالرحمن تمثل كده زي ألف كده بالطول. طب والرحيم على وزن فعيل تدل على الاستقرار والثبات، فكل كلمة على وزن فعيل تدل على إنها مستقرة والاطمئنان ومتجذرة. رحيم كريم بخيل، مش دلوقتي بس، ده طول الوقت. فكأن رحيم بتمثل الرحمة العرضية المستقرة. فالرحمن الرحيم تقدر تفرقيهم بعلامة زائد. الرحمن تمثل الرحمة النازلة الآن الدافئة، والرحيم تمثل الرحمة المستقرة. الرحمن بالناس أجمعين، الرحيم بالمؤمنين، الرحمن بأهل الدنيا، والرحيم بأهل الآخرة المؤمنين. فحاجة عظمة، الله من أسمائه الرحمن الرحيم. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصفه الله باسم الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من رحمته كان يموت عن الناس عشان تؤمن به. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأنه كالرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قالش رحمة للمسلمين ولا رحمة للمؤمنين ولا رحمة للمتقين، وإنما قال رحمة للعالمين وهدية من ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، هدية من عند ربنا سبحانه وتعالى. هدية من عند ربنا. فاللي هيتبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله عز وجل. أيضا إلهام الذكر رحمة، قال الله عز وجل: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فاللي عايز رحمة ربنا تشمله يكثر من الاستغفار. رحمة ربنا دينيا ودنيويا، رحمة ربنا برفع المصائب والابتلاءات وكشف الكروب وفتح الأبواب. الاستغفار بالتحديد ولا ذكر الله؟ ذكر الله كله، وربنا ذكر الاستغفار بالنص: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أنا عندي زرع
والزرع كاد انه يموت، فانا محتاج ان ربنا ينزل علي رحمته بالمطر على الزرع والغيث، فبستغفر ربنا. انا محتاج ربنا يرحمني ويرزقني الذرية الصالحة، فبستغفر ربنا. ولذلك لما جه ثلاث أسئلة للإمام الحسن البصري وهو قاعد في مجلس علم، واحد جه قال له يا إمام، قال له لبيك، قال له أنا عندي أرض والمية مش موجودة والغيث تأخر، يعني أدعو الله أن يغيثنا. قال استغفر الله. الثاني جه قال له أنا متجوز وما خلفتش وأريد أن يرزقني الله عز وجل الذرية الصالحة، قال له استغفر الله. الثالث قال له أنا فقير ما عنديش فلوس وأريد أن يغنيني الله، قال له استغفر الله. فالقاعدين كلهم قالوا له إيه؟ الأسئلة مختلفة والجواب واحد. فقال لهم أما ألا تقرؤون قول الله عز وجل؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ناخد مدام رشا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. ازيك يا استاذة لميا يا دكتورة؟ الحمد لله بخير. ربنا يتقبل منكم يا رب كده ويكون راضي عنكم يا رب. امين يا رب. امين يا رب. ازاي حضرتك يا شيخ رمضان؟ الله يسلم سعادتك يا فندم. انا بنبسط والله لما بكلمكم، انا مش اول مره طبعا ابقى على الهواء، انا كلمتكم كذا مره في كذا مشكله بصراحه، ببقى عايزه اكلمكم كل يوم بس للاسف ما بعرفش. تنورينا اي وقت. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يمنحك. اتفضلي اتفضلي. انا عايزه اسال سؤال. انا اعرف ازاي ان ربنا راضي عني؟ يعني انا دلوقتي الحمد لله والله انا بحس ان انا فعلا بقرب من ربنا، وبحس ان انا صلاه الفجر بقوم اصليها الحمد لله، يعني بطلع صدقات جاريه، بطلع بكذا نيه. يا رب. انا عايزه اعرف يعني انا بحس ان انا برضو مقصره، مش عارفه ليه بيجي لي دايما الاحساس ده مهما عملت ومهما قربت، والحمد لله الأذكار يوميا ودعاء يوميا وكل شوية، بس أعرف إزاي أن ربنا فعلا راضي عني فعلا في اللي أنا بعمله، يعني راضي عني إزاي؟ ده حاجة. تاني حاجة أنا عايزة الشيخ رمضان طبعا يدعي لي أنا وبناتي، أنا بحلم بيهم أحلام دايما مش كويسة خالص، ودايما بقوم من الحلم طبعا بعيط لاني في الحلم بيبقى فيه لطم وصوت وعياط. انت قلقه عليهم زياده عن اللزوم؟ والله هو اي ام بتبقى قلقانه على اطفالها، وخصوصا لما يكونوا صغيرين كمان. لكن انا مش عارفه ليه، لا بس انا ما بفكرش في تفكير لدرجه ان انا احلم الاحلام دي. فبحلم بيوم احلام بصراحه لدرجه ان انا بصراحه وطلعت صدقه بنيت ان ربنا يصرف عنها عن بنات الاحلام ديت، يعني يديهم خيرهم ويبعد شرهم، يبعد الشر عنهم. دي حاجة يعني إذا البنات ربنا يبارك لي فيهم ويحفظهم إن شاء الله، ربنا يخليهم لك ويحفظهم لك يا رب. شرمش منك حاجة كمان معلش، أنا أمي دلوقتي متوفية بقى لها سنة وشهرين، الله يرحمها يا رب، ربنا رضاها طبعا بمرض السرطان. فطبعا الـ 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 الوقت ده كان صعب علينا كلنا جدا، إحنا كنا كلنا تحت رجليها. أنا عايزة أقول إن هي وحشتني جدا، انا عايزه اقول ان هي صوتها وحشتني جدا، رنت تليفونها عليا وحشتني جدا. ربنا يرحمها يا رب ويصبرك. ما بقاش في خير، ما بقاش في حاجه كويسه، مشيت وخدت الخير كله معاها. دايما بفكر فيها كتير ودايما بعيط كتير ودايما نفسي اشوفها، نفسي اسمع صوتها، نفسي اشوف رنتها على التليفون. بصراحه وحشتني جدا جدا، وحاسه ان انا عايزه اطمن عليها، مش عارفه هي كانت محفظه قران وكانت ما شاء الله ما شاء الله بجد، وكانت دايما بتكبر بخاطر الناس وكانت دايما بتعمل كل حاجه كويسه، فانا مش عارفه حاسه ان هي وحشتني جدا، ودايما بفكر في ايامها وايام الناس القديمه دي، الناس الحلوه، الناس اللي كان فيها خير، الناس اللي كان فيها بركه. بجد حاسه اني مش عايزه اعيش في الدنيا دي، الدنيا دي بقت وحشه جدا بناسها، ما مش عارفه. ادعي لها، ادعي لها كتير وتصدقي كتير عنها. بتصدقك الحمد لله، بدعي لها كتير جدا طبعا. ربنا يصبر قلبك يا رب. بقى له 10 سنين بس هي منها لسه قريبه في الوفاه، فحاسه بجد ان البيت بقى وحش جدا جدا من غيرها. ربنا يصبر قلبك يا رب. يا رب اللهم امين. عايزه الشيخ رمضان بس يدعي لها. حاضر. بالرحمه ويدعي لي ويدعي لبناتي. حاضر. ربنا يتقبل منها. امين يا رب. نورتينا يا مدام رشا. طيب تعرف ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى راضي عنها؟ سؤال كلنا بنقعد نسأله احيانا لنفسنا. اقلب السؤال وانت تعرف الجواب. تاني كده؟ اقلب السؤال تعرف الجواب. نقلبه ازاي؟ انت راضي عن ربنا؟ هو في حد فينا ينفع ما يرضاش عن ربنا؟ طبعا.
ازاي يعني؟ اللي مش عاجبه قضاء ربنا يعني دول في غفلة. احنا مناش دعوة مين ومش مين. احنا مش بنصنف. انت راضي عن ربنا يبقى ربنا راضي عنك. يعني تقصد ان طول ما احنا راضيين باللي ربنا يديهولنا ايا كان هو ايه طبعا، فرضانا ده هو بيبقى رضا ربنا طبعا. والرضا هو جنة الله. شوفي سيدنا سعد بن ابي وقاص كان مستجاب الايه الدعوة، خال سيدنا النبي، في نهاية عمره كف بصره. فدخل عليه عبد الله بن السائب قريبه، عبد الله بن ابي السائب، فقال له يا عماه يأتي اليك الناس فتدعو الله لهم فيستجيب الله دعائك، ألا تدعو الله لنفسك أن يرد عليك بصرك؟ قال له يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من بصري. سيدنا عمر بن عبد العزيز أول يوم مات مولاه مزاحم، كان عالم لو كان قرينه دايما. ثاني يوم مباشرة مات أخوه. ثالث يوم مات ابنه وكان يسمى عبد الملك. كم ابتلاءات ورا بعض. شوفي ورا بعض. فدخل عليه أحد الصالحين ويقول له أعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين، ما رأيت مثل مصابك مصابا، ما رأيت مثل مولاك مولا، وما رأيت مثل أخيك أخا، وما رأيت مثل ابنك ابنا. قال له على رسلك، والذي قضى عليهم الموت، ما أحب أن شيئا كان من ذاك لم يكن، اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته. اللي انت تديهوني أنا راضي بيه. اليقين بأن ما اختاره الله لي هو أعظم شيء لي. عندما يكون في داخلك هذا اليقين فأنت راض بالله رب العالمين، عندها الله راض عنك. الله دي إذا أردت أو الله إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، فلنولينك قبلة ترضاها ولسوف يعطيك ربك فترضى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صح. طيب هنجاوب أسئلتها الثانية بس ناخد أم محمود. مو محمود اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ سلام؟ الحمد لله بخير، اهلا بيك. ازيك يا استاذ رمضان؟ ربنا يسلمك. الله يسلمك، اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا لو سمحت لي عند حضرتك سؤال او اثنين بس، انا نفسي يعني تبرد قلبي من ناحية اولادي. انا متزوجة وزوجي كان معايا 3 اولاد من ام من زوجة قبل مني وتوفت، وانا قمت على تربيتهم بوجه الله يعني، ورضيت ربنا فيهم على قد ما ربنا اعطاني، وربنا رزقني منه ب3 اولاد تانيين والحمد لله. بس يعني على قد عشرتي معاه حصل انفصال بان حوالي اكتر من 5 6 سنين، بس هو لحد دلوقتي ممتنع ان هو يديني حقوقي، بس الاولاد انا سايباهم معاه. فهل انا عليا وزن؟ لان انا مش قادره اعولهم لان ما عنديش دخل غير. سنهم قد ايه يا استاذه؟ الكبير يعني في جامعه دلوقتي، والاثنين التانيين الصغيرين دول توأم عندهم حوالي 11 سنه. تمام. فانا طلبت منه كذا مره ان انا يعني استقل بيهم ويصرف عليهم ويأجر لي شقه اصرف على اولادي يديني مصاريفهم، فهو رفض وتزوج واحده تانية وطلقني غيابي، والدنيا معايا متبهدله خالص. بس انا عشان انا حاسه بالذنب ان انا سايبه اولادي معاه، بس انا طلبتهم كتير وهو رفض. طب وانت على تواصل على تواصل معاهم ولا منعك عنهم ولا ايه؟ لا، في تواصل دلوقتي عن طريق المحكمه، ان انا اضطريت ان انا يعني بعد ما قعدت 1.5 سنة ودخلت في السنتين ما شفتهمش نهائي ولا اسمع صوتهم، فلجأت للقضاء ورفعت قضيه رؤيه، فبشوفهم في نادي كده شباب كل اسبوع كل 15 يوم على حسب ما ظروفه بتسمح، لان انا من بلد وهم من بلد تانية. يعني هو بعيد عني، يعني باخد في الطريق حوالي 2 ساعة أو 1.5 ساعة على ما بوصل لهم وباجي. بس انا دلوقتي انا حاسه بالذنب من ناحيته. انت قعدتي متجوزاه قد ايه؟ 18 سنه. طب وهو موقفه البشع ده معاكي ليه؟ علشان حصل الخلاف وان انا سبت البيت وخرجت وهو تزوج واحده تانية وعايش معاه وطلقني غياب. انت سبت البيت قد ايه يا استاذ؟ مش راضي يتقابل. لا يعني يعني سبت البيت يعني ايه سبت البيت؟ يعني اتخانقتي معاه فسبتي له البيت؟ ايوه اتخانقنا وضربني وبهدلني وطردني من البيت الساعة 1 بالليل. وخدت بنتي الصغيره معايا كانت لسه عندها حوالي 5 سنين. بس انا لما خدتها وخرجت يعني
اهلي رفضوا ان هم يقبلوها وكده، فهم ابوها جه خدها مني تاني، وما بعد كده اتجوز على طول وطلقني، وحياتي انا يعني انا حياتي متدمره بسبب بعد عن عيالي. بس انا حاولت كتير، قلت له مثلا انا هاخد ابني الكبير يشتغل ويصرف عليهم، بس امن لي مكان اقعد فيه بعيالي واصرف عليهم هم، انا مش محتاجه منك انت فلوس، انا عايزك تصرف على اولادك بس. رفض. انا عايزه اعرف الوحده، هل انا عليا وزن ان انا سايبه اولادي؟ انا ده تعبني وتعب نفسيتي جامد، وعيالي نفسهم يجوا يقعدوا معايا يوم واثنين واسبوع وهو بيرفض. وحضرتك قاعده فين دلوقتي يا ستي؟ اتفضل. انتي قاعدة عند اهلك دلوقتي ولا قاعدة فين؟ انا قاعدة في بيت اهلي. مع اهلها. اهلها رفضوا بنتها. هما دلوقتي اهلي، انا دلوقتي عايشة تحت رجلين والدتي، ويعني هي ست كبيرة في السن وانا عايشة معاها في البيت. هل ده يغفر لي حتى من كان عليا ذنب او عليا وزر ناحية عيالي؟ حاضر. بس انا صراحة يعني انا بأمانة الله بحب الخير للناس وبحب اساعد اي حد، ويعني الحمد لله ان انا بطيع ربنا وبصوم وبصلي وعارفة ربنا كويس جدا، وربيت الثلاثة بما يرضي الله اليتامى. نفسي كان دايش فعلا عنده ان هو يديني فرصة ان انا ربي عيالي، بس انا تعبت وعصابي تعبانة ببعد عن عيالي، واتمنى من ربنا ان ربنا يغفر لي وسامحني ان كان عليا وزر او كان عليا ذنب، وبطلب من عيالي ان هم يسامحوني، ونفسي ربنا يبرد قلبي من ناحيتهم. بس يعني انا الحمد لله انا عايزه اسال حضرتك سؤال، هل ان انا لما ببقى يعني قاعده مرتاحه كده وربنا مبرد قلبي من ناحيته، هل دي لا ولا رضا من ربنا عليا؟ انا مش عارفه. حاضر حاضر. تابعينا يا ام محمود. طيب مدام رشا الاول كانت عايزه حضرتك تدعي لاولادها بالهدايه، وطبعا انا عارفه ان حضرتك ما بتتكلمش في موضوع الاحلام ده اساسا، وممكن يكون قلق زياده، هي بتفكر دايما في قلقها عليهم انه لا قدر الله ممكن يحصل لهم حاجه، خايف عليهم زياده عن اللزوم، فممكن يكون ده سبب ان انت بتشوفي رؤيه ممكن تكون فيها قلق على اولادك. ربنا يحميهم لك يا رب، وبعدين اقول لك السؤال اللي بعده. حاضر. بس هو احنا عايزين نطمنها ونطمن كل المشاهدين يا جماعة، الرؤى والأحلام تلات أقسام، رؤية أو حلم من الشيطان دايما بتبقى بالشيء الوحش، عياط وبكاء وأسد بيجري وراك وتعابين مش عارف إيه وبتقع من مكان كل شيء عارف. مقلق لك كل بالضبط. طب النوع الثاني حديث نفس، شغلك طول النهار ممكن تحلم به بالليل بصورة حلوة أو وحشة. النوع الثالث رؤية خير من الله أو الملائكة. طب النوع الأول من الشيطان مهما كانت الرؤية مش هتضرك بإذن الله رب العالمين، رؤية حديث ونفس برضو مش هتضرك. الاثنين دول لا تبحث عن تأويلهم ولا تدور تفسيرهم ولا تسأل حد عليهم، لأن هم ملهمش أي قيمة. المطلوب منك تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تدفل عن يسارك، تنام تغير نومتك، نام على جنبك الشمال نام على اليمين، نام على جنبك اليمين نام على الشمال، تمام؟ ولا تبحث عن تأويلها، وقل هذا الدعاء: أعوذ بما عازت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه، وأن يصيبني منها ما أكره في ديني ودنياي. وانسى وخلص الموضوع، ما تدورش، بإذن الله رب العالمين لن تضرك في الأول والآخر. خلينا نقول تاني الدعاء. نقول ايه تاني؟ نقول الدعاء مرة تانية، أنت مش حافظه ولا إيه؟ أيوة. أعوذ بما عازت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه، وأن يصيبني منها ما أكره في ديني ودنياي. يا ناس احنا ما بناخدش ديننا من الرؤى والأحلام، احنا بناخد ديننا من القرآن والسنة. صحيح. يا ناس احنا بناخدش تصرفاتنا من الرؤى والأحلام. لو جالك أبوك في المنام اللي مات بقيله 10 سنين وقال لك الشيخ رمضان لو عندي 1,000,000 جنيه هتعمل ايه؟ هتقوم اللهم اجعله خير. الكوابيس دي دلوقتي بقت كوابيس. فممكن حد ده ممكن واحده تخرب بيتها بالرؤى والاحلام. أيوة. اصلا صاحي من النوم شافت جوزها بيتجوز عليها، احنا هنتجنن. ما ينفعش يا جماعه، يا جماعه فوق من النوم يا جماعه، احنا على ارض الواقع، احنا نعيش في الاحلام. ام احلامها لا تراها الا في كتاب ابن سيرين، يبقى ام نائمه متى تستيقظ؟ انا مال ومال الرؤى والاحلام، خلينا في الواقع يا ناس. صحيح. خلينا في الحياة يا ناس. انت هتنام لي شوية تقوم ترزعني 10 رؤى واحلام مفسرة يا مولانا. ولذلك لو تلاحظ حضرتك ممنوع، ما عندناش الكلام، مش علم اصلا. ده انا مستغربة انك اتكلمت فيه اساسا. بتكلم من ناحية العلمية. أيوه. الرؤى والاحلام مش علم. واحد بيقول انا بأذن، قال له هتحج بيت الله الحرام. واحد بيقول انا أذن، قال له انت حرامي. طب امسكها ازاي دي؟ تمشي ازاي دي يا لمياء هانم؟ ما عندناش علم يا جماعة. حتى كتاب ابن سيرين المنسوب إليه ده زعم، مش عارفين مين المؤلف، ده كلام غلط أصلا.
فاحنا محتاجين نفوق كده ونصحى ونشتغل على ارض الواقع ونقول خير. اللهم اجعله خير يا رب. اللهم اجعله خير. طيب. ويقوم الناس من النوم. ادعي لبناتها بقى. حاضر. ومين تاني؟ والدها؟ لا والدتها. اسال الله عز وجل لبناتها ولبناتنا والاولادنا اجمعين والاولاد الناس كلهم ان ربنا يهديهم ويصلح حالهم ويبصرهم بالحق ويحفظهم من كل فتنه ويحفظهم من كل عين ويحفظهم من كل سحر ويحفظهم من كل حسد ويحفظهم من شر شياطين الانس والجن. يا رب اولادنا واولاد الناس اجمعين صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اكفيهم يا رب شر خلقك، اكفيهم شر اللي حواليهم، اكفيهم شر كل ذي شر لا يطيقون شر. ويرحم الله أمها وأمهاتنا أجمعين أحياء وأمواتا وآبائنا. اللهم آمين. آمين يا رب. هي اتكلمت في نقطة كمان مهمة قوي يا فضيلة الشيخ، احنا دايما بنأكد عليها يمكن من خلال برنامجنا، وإنه قبل فوات الأمان الأوان الحقوا نفسكم. يعني هي بتقول نفسي أسمع صوتها، نفسي أشوف رقمها على موبايلي، نفسي أقعد معاها، نفسي أطمن عليها، نفسي 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 نفسي. بيبقى نفسنا في حاجات كتير جدا بس بعد فوات الأوان بيبقوا خلاص مش موجودين في الدنيا. عشان كده يمكن أنا أكدت وقلت كذا مرة ومع حضرتك، لما يتصلوا بيكم ردوا عليهم ربما تكون آخر مكالمة. مزبط. هتفضلوا بقيت عمركم تقولوا يا ريتنا كنا ردينا. لما يندهوا عليكم روحوا لهم، لأنها ممكن تكون آخر ندى، آخر صوت ممكن تسمعوا منها أو منه. ليه نعيش بقيت عمرنا متعذبين وهم مش موجودين في الدنيا؟ أكيد كانوا يعني يتمنوا أنهم يشوفوا لهفتنا عليهم ولهفتنا على سماع صوتهم وعلى وجودهم وعلى حضنهم وعلى احتوائهم وعلى حبهم وعلى كل حاجة ودعوتهم اللي ما فيش دعوة زيها في الدنيا. صحيح. وهم موجودين في الدنيا. طبعا أكرموا من تحبون وأرفقوا بقلوبهم وتواصلوا معهم فالموت يأتي بغتة. املأوا قلوبكم بحب الناس اللي حواليكم، فوالله أقرب قلب يدخل الجنة القلب الحلو النظيف الأبيض، القلب السليم من الغل والحقد والحسد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أعلنوا لمن تحبوهم بالحب، قولوا لهم بنحبكم وما تبخلوش بالمشاعر. والله اليوم بيننا غدا لا نجد. صحيح. اليوم نسمع أصواتهم، غدا تستيقظ صباحا تنادي على أبيك أو تنادي على أمك أو تنادي على أختك وأخيك فلا يجيبك إلا صمت المقابر. أكرموا الناس قبل ألا تجدوهم بينكم. صحيح. طيب أم محمود بقى أولادها اللي جوزها واخد أولادها أو القصة الطويلة اللي هي حكيتها أنه يعني ما كانش حتى في كرم ليها أو أنه أكرمها بعد ما هي ربت كمان أولاده، يعني بتحكي قصة. احنا طبعا بنسمع من طرف واحد، ما نعرفش من الاتجاه التاني القصة ممكن يبقى شكلها إيه ورؤيتها عاملة إزاي، ولكن هنقول أنه كلامها صح. ربت ثلاث أولاد أيتام وجابت منه ثلاث أولاد، النهاردة هو واخد أولادها وما بتشوفهمش، وزي ما بتقول الرؤية بشكل كل فين وفين لما بتشوفهم في مكان عين برا. سيدنا عبد الله بن عباس قال كان فيه ثلاث أخلاق في الجاهلية المسلمون بهم أولى. هم إيه؟ هم إيه؟ قال كان الواحد منهم إذا نزل به ضيف اجتهد في إكرامه حتى لو آخر حاجة عنده، ما عندهش غير معزة واحدة، والضيف ده ما يعرفوش لحد ما عدي جنب منادي قال أنا ضيف يا ناس، يا ألف مرحب بالضيف، اكرمه معزز مكرم ويذبح له آخر شاه عنده. والراجل يصبح الصبح يشكره ويمشي وفقد كل ماله في إكرام ضيف لا يعرفه. طب التانية قال لك كان الجماعة منهم إذا نزل بجار منهم مصيبة اتجمعوا لحد ما يطلعوه من المصيبة، عليه دين يتجمعوا، بس كانوا إيه بقى؟ مبادئ وقيم ومش لف ودوران وضحك. لا. طب التالتة كان الواحد منهم إذا كبرت عنده المرأة أو مرضت ولم يكن له بها حاجة يمسكها ولا يطلقها خشية أن تضيع. يعني ست زي دي أيا كان اللي عملته لازم في أخطاء متبادلة. طبعا أنا مفيش حد كامل، ما أكيد في أخطاء من عندك وأخطاء من عندها، مش هيضرب ما بنتهمهاش بحاجة، مش هيزعق ومش هيضرب ومش هتسيب البيت إلا إذا كان فيه خطأ. طبعا. خطأ منها وخطأ منه، لكن تحت أي مسمى تحت أي ظرف تحت أي خطأ مفيش راجل يبقى متجوز ست 20 سنة ولا 18 سنة والست دي قاعدة في البيت لا تعرف حاجة برا، والأب مات والأم ماتت وخلاص الدنيا كلها اتغيرت، وفي الآخر يقول لها أنا هطلق
وانت سيب البيت وامشي. تروح فين يا سيدي؟ تروح فين الله يسترك؟ تروح فين حرام عليك مهما عملت اصلا؟ يا اخي اكرمها اكراما لله، اكرمها عشان خاطر ولادك، فما ينفعش. تمام، ممكن تكون غلطان، ممكن بعض السيدات تبقى عامله مشكله تستاهل انه بعد عنه عنك مشكله كبيره جدا جدا، لكن لا، انا كراجل لا، انا عامل ربنا سبحانه وتعالى ثم عشان خاطر ولادي. ده انا شفت ده والله، لو في وقت احكي لكم على بعض الامور عن والدي الرجل البسيط اللي ما كانش متعلم كيف كان يتعامل مع والدتي، شيء عجيب من الاحترام. ولما مرة بلومه في حاجة كده أمي صوتها على، فلقيت والدي كان باله طويل قوي قوي، فبلومه في الغيطة أنا وهو أنه سابها صوتها. أنت يعني؟ إزاي أمي صوتها يعني بتقومه يعني والله ما أنا مزعلان. وأمي ده ترابها كان كحل وتاج على دماغي، فقال لي من ساعة أبوها وأمها ما ماتوا. قلت والله ما زعلها، وجاب رصاص لي كده وضحك والله العظيم، وقال لي عشان خاطر رجالتها، يقصد أنا وأخواتي عشان خاطر رجالتها، ما كانش الله يرحمه. الناس دي يا جماعة ناس جميلة وناس راقية وناس، وما كانش متعلم. أبويا كان راجل الأخلاق ملهاش علاقة بالأخلاق. مظبوط يا فندم. فنقطة إن هو بعد العمر ده كله يقول لها مع السلامة، ده كلام غير مقبول مهما كانت عملت. طب النقطة التانية كمان، تحت أي مسمى أنت تقول من الأرض للسماء ما فيش أم تحرم من عيالها؟ طب يا عم حرام عليك، ده ربنا يحرم البني آدم من الرحمة. لما تحرم أم من عيالها وتوجع قلبها وتقسمها نصين كده حرام يا أخي. خف من ربنا، لو أنت قادر عليها الله أقدر عليك. صحيح صحيح، فاتق الله فيها. وكفاية أنها ربت ولادك كمان، إن هي قبلت ربي بلد غيرها. أقولك هي وحشة، متفقين؟ ماشي. طب العيال ذنبهم ايه؟ حرام مثلا تحرمهم من امهم. صحيح. ازاي أن عقد يا اخي؟ طيب انت قادر عليها، خلي بالك من ربنا، ده بيؤمن ولا يؤمن. طبعا. ولا تحسب ان الله غافلا عما يعمل الظالمون. طب هي بتتكلم على انها مذنبة، لو انت غصب عنك واخد منك ولادك غصب عنك وانت ما عندكيش مكان يعني ولا عندك دخل، بمزاجك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ده في القوة والطاقة والاستطاعة، الا ما اتاها في المال. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما آتها، فليس عليها ذنب طالما ليس في استطاعتها. حتى الراحة اللي هي ممكن تكون حاسة بيها وهي قاعدة وبتقول لعلها سكينة من ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. فالشيخ من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا أنه جعل جوانا رحمة بغيرنا. صحيح. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. فيا سيدي ارحم ترحم، فاللي بيقضي حاجة الناس بيرحمه فيرحمه الله عز وجل. ولذلك احنا برضو من فهمنا الغلط للرحمة ان احنا ربطنا الرحمة بالميت وبالآخرة بس. لو حضرتك سألتيني على حد فبقولك ايه الله يرحمه، طبيعي هتقولي لي ايه؟ هو مات؟ اه بالظبط، هو مات امتى؟ هو ما يحتاجش الرحمة للميت؟ لا طبعا. احنا دايما كل يوم احنا بنقول واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، كلنا محتاجين رحمة، بنطلب الرحمة. ولذلك الرحمة منا من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ربنا في القرآن الكريم في آيات كتيرة يتكلم عن النبي من الأنبياء يقول إيه وأدخلناه في رحمتنا، يتكلم عن مجموعة من الأنبياء يقولوا أدخلناهم في رحمتنا. أهل الكهف لما آووا إلى كهفهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فموضوع الرحمة ده من أعظم ما يكون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ده فيه دعاء من أعظم الأدعية اللي يقولوا ربنا يقضي عنه دينه لو دينه قد جبل أحد. ده إيه الدعاء ده؟ والله ده كلنا هنقول. طبعا. قل اللهم مالك الملك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي هعلمك دعاء لو عليك مثل جبل أحد دينا أداه الله عنك. إيه الدعاء؟ قال قل اللهم يا مالك الملك، يا من تؤتي الملك من تشاء، يا من تنزع الملك من تشاء، يا من تعز من تشاء، يا من تذل من تشاء، يا من بيدك الخير، يا من على كل شيء قدير، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما ممن تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. حلوة. الله.
قوي. ما تطلبيش عيقة. كنت هقول لك والله. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. أو ممكن نقول بس هياخد وقت. لكن ممكن الناس تقطع المقطع ده وتحفظه وتردده وبإذن الله يستجيب الله لهم. اطلب من ربنا دايما أن يرحمك، وعايز ربنا يرحمك ارحم الناس، ارحم أسيادنا الفقراء، ارحم من لا مأوى لهم، ارحم من لا مأوى لهم، ارحم الناس اللي في ضائقة. لما يجي حد قدامك محتاج ما تدورش وشك وتقول أنا ما خدتش بالي أو ما شفتش أو يا سيدي. طب لو ما معيش ارحم، ارحم بكلمة حلوة، ارحم بمشاعر حلوة، ببر الخواطر. طبعا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الصدقة المشاعر برحمة أسيادنا الفقراء أعظم بكتير من صدقة الطعام والشراب، ولذلك ده من أولويات جمعية البر والتقوى. المشاعر، المعاملة الحلوة، أسيادنا الفقراء، إحنا معاكم، إحنا خدم ليكم، إحنا سعات بريد، إحنا همزة وصل. فده مهم جدا طبعاً. قبل ما نديله حاجة، إحنا ما بندلكش من عندنا. حتى الغني نفسه لما بيدي حد من أسيادنا الفقراء ما بتديلوش ما بتقطعش من مالك وتديله، ده هو مالهم هم. أيوة كده، أنت موصل يا سيدي، أنت ساعي بريد. ده مش كده وبس، يعني أنت مجرد بتوصل الأمانة وربنا يأجرك على توصيل الأمانة. أدي الأمانة 10 مرات 700 مرة. في بقى كده؟ إيه العظمة؟ مفيش كده في الدنيا. والله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. العظمة دي طبعا. ايه العظمة طبعا. التجارة دي يعني مش مني انا، مجرد ساعي بريد، ربنا اداني حد حاجة رزق لحد من اسيادنا الفقراء، انا جيت موصلها، ربنا يديني ادي اللي انا وصلته ده رغم انه مش مني، ادي 700 مرة اجر التوصيل. تمام. لا ويزود لي، انت وصلت الواحد، طب هخلي لك الواحد ده 10 وصل، طب ال10 دول هدي لك انا 700 ضعف. فكل ما انا وصل، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد. ربنا سبحانه، كنا لسه بنسال قبل الفاصل على انه نعرف ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى راضي عننا. اعتقد ان من رضا ربنا سبحانه وتعالى على العبد انه يوفقه لطريق او عمل الخير. طبعا، والا ربنا غني عنك وعن عملك وعن عبادتك وعن الناس اجمعين. يا أيها الناس أنتم الفقراء. صحيح. أنت اللي فقير، أنت اللي محتاج، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. خلصان. لا، أنا لما بقوم أسجد لله هو اللي خدني أسجد له. صحيح. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صحيح. نعم. المرض والتعب ما بيستناش حد، يعني اللحظة والدقيقة والثانية تفرق في حياة أي حد ممكن يكون بيتألم وبيتوجع. ولذلك قدمه الله عز وجل في العتابات الأربعة. الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. هتروح تعود المريض هتلاقي رحمة ربنا هناك، لأنه من أبواب الرحمة ومن مفاتيح الرحمة عيادة المريض. طبعا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الصورة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في رحمة الله. كأن الرحمة دي نهر عظيم جميل وأنا أخوض فيه بسبب أنني عدت مريضا، فكيف بمن يساهم في بناء مستشفى زي مستشفى البر والتقوى في دمياط، ومستشفى البر والتقوى في الصف، ملف في المستشفيات في جمعية البر والتقوى من أعظم الملفات، لأنه ملف يستقبل زكوات جارية عظيمة جدا، من أعظم الزكوات الجارية ومن أعظم الصدقات، ملف كبير من الحسنات. طبعا، عظيم جدا، سواء كان في الإنشاء، سواء كان في التشطيب، سواء كان في الفرش، سواء كان في الأجهزة، سواء كان في الصيانة للأجهزة، سواء كان في المتابعة بعد ذلك. لأنه الجمعية لما بتعمل مشروع، مش بتعمل مشروع وخلاص، لا، ده بتعمل مشروع والتابع والصيانة وعلشان يظل كما بدأ بنفس المستوى وبنفس الكفاءة لأسيادنا الفقراء. ملف عظيم جدا جدا ومن أعظم الأبواب لرحمة الله تبارك وتعالى. صحيح. إذا كان ده لمجرد عيادة المريض، فكيف من يساعد
يساهم في بناء مستشفى كيف من يساهم في حتى باللي يقدر عليه. طبعا اتقوا النار ولو بشق تمره. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا انت لازم تتصدق باي حال من الاحوال. طب اللي معهوش يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. طب ما عملش قال يعين ذا الحاجه الملهوف. طب ما عملش قال يصنع لاخرق. طب هو اخرق قال يعين مغلوبا. طب هو مغلوب يمسك عن الاذى. انت كمسلم انت كبني ادم مؤمن بالله رب العالمين لازم من ضمن بنودك صدقتك مهما كانت قليله. لانه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه ما من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فاتقوا النار ولو بشق تمرة تخرجونها في سبيل الله رب العالمين. ولما بطلع لربنا حتى مهما كانت الصدقة قليلة مش ربنا بيتقبلها قليلة، لا ده ربنا العظيم صحيح. ربنا الكريم صحيح. ربنا الأكرم منع عننا الربا وعملنا بيها يمحق الله الربا ويربي الصدقات يديك بزيادة قوي. طبعا انت هتدي ربنا صدقة تساوي جنيه ربنا هيعاملك بالربا. يديلك مش أجر جنيه ولا أجر عشرة، أجر 700. والله يضاعف لمن يشاء وينميها لك ويستثمرها حتى تكون في الميزان قد جبل أحد وزيادة. وكل بني آدم فينا قلبه بيروح لصدقة معينة. يعني في ناس تبقى حابة قوي إن هي تشارك بسرير في مستشفى، بجهاز، ببعض الأدوية، بأيا كان هو إيه، حتى بشيء قليل أو بسيط، أو إن هي تحط مبلغ في المستشفى وهم يشوفوا احتياجاتهم إيه وممكن يقضوها. وفي ناس تانيين تبقى نفسهم رايحة للمياه، ملف المياه، إنها تشارك في محطة التحلية، إنها تشارك في وصلات مياه. في ناس تانيين ممكن تبقى عايزة تشارك في التبرعات العينية وإن هي تبقى بتشارك في ستر أسرة. وأنا أعتقد أن دي كمان من أهم وأعظم الحاجات وأعظم الصدقات اللي البني آدم ممكن يشارك فيها. تقصدي الصدقات العينية والتبرعات العينية بالزبط. أنا من وجهة نظري من أحسن ما يكون. وفيها حاجات بالنسبة لينا قد تمثل مشكلة. يعني أنا عندي ممكن يكون عندي ثياب أنا مش عايز ألبسها وزحمة الدولاب عندي، ممكن يكون ده المنجية لي يوم القيامة. طب لعلها قطعة يا سلام بالضبط. قطعة واحدة. وقد تكون لديك قديمة عند غيرك جديدة، قد تكون لديك خلاص انتهت مضتها عند غيرك ما عرفش الكلمة دي خالص. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة ولو فرس نشاة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت لكراع من الغنم لأجبته. يعني ما تستقلش حاجة، ما تستقلش الصدقة اللي عندك طلعه. وأنا عايز أنا نفسي أعمل الشعار ده، افتح دولابك تفتح أبوابك الله. من المأسورات والله افتح دولابك طلع كل كده. اللي انت مش محتاجه أيوة. اللي ضاق عليك، اللي وسع عليك، اللي ما بقاش مناسب لسنك، اللي لونه ما بقاش مناسب ليك، في حاجات كتير اللي جبته وبعد ما جبته حسيت ان هو مش مناسب او مش شكله مش حلو عليك. طب والولاد؟ ولاد مين؟ ولاد مقلب هنسيبهم برضو؟ لا طبعا ايوه. ما انا اقصد انه يعني بس نستأذنهم. نستأذن اولادنا طبعا. هو الفكره كمان اننا نعلم اولادنا انهم يطلعوا. طب استأذنهم ليه؟ عشان قلتي حضرتك نستأذن ولادنا في ان احنا نخرج الثياب القديمه لهم. ليه؟ عشان زي ما حضرتك تفضلتي نعلمهم وحاجه تانية يا فندم ياخد معانا الاجر والثواب. ده سيدنا ابراهيم ربنا امره بذبح اسماعيل راح يستأذنه. هو هينفذ زي نفسه. طب بيستأذنه ليه؟ عشان يشاركه في الاجر والثواب. فانا اعمل لا استأذنه وكمان يحس بقيمته. إن ما كبرتش عيلي مين اللي هيكبره؟ وعلمه وعرفه يعني ما يبقاش طماع، يبقى زي ما هو بيحب النفس ويحب الغيره، يبقى حنين، يبقى جوه رحمة، حنين على أسيادنا الفقراء، ويبقى شايفهم نعمة وشايفهم عطاء من ربنا وشايفهم باب للخير والنجاح والنصر والتمكين في الدنيا والفوز والفلاح والجنة في الآخرة. صحيح. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك وأشوفك على خير. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جماع لخيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم
وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على